السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. استاذ انا ممثل جديد وصار هواي قاعد، وبصراحه يعني انت صانع النجوم وانا اريد اصير نجم. بطلنا حبيبي، بعدين ياك واسلم الشهره هسه. تريد تشتهر روح انزع بالتيك توك. شنو؟ انزع؟ اسفين، قصدي روح اطلع بالتيك توك، جرحناك من قلنا تنزع. لا ما عندي مانع انزع. علمني شلون انزع. فهمني شلون انزع. الله يذكره بالخير حسين البصري، كان يقول علمني شلون انسى، فهمني شلون انسى، انسى الضحكة ولا همسة. همسة؟ صديقتي كانت وياي بالكلية. ليش تخريج؟ أنا بكالوريوس تمثيل أستاذ. مسرح الوطني داقة على صدري. مسرح الرشيد داقة على ظهري. هل قد تحب الفن؟ احنا عائلة فنية أستاذ. أنا أبوي اسمه هاملت. أمي اسمها سميرة خميس. لا المسرح اسمه سميرة أميس. ملخاء سايلنت أستاذ. زين أنت ليش تشتهر؟ 500 أستاذ. لك ابني 500 شنو؟ قهرني. أخدم حتى الرجال ايش قد عزيزة. بس أنزلها. أنا تعبت مليت فلوس كروة ما عندي. لا خليت كاست مال ممثل، لا كاست مال مراسل. كاست مذيع سويت؟ إيه سويت. اللي أقول لك أهلي يعيروني بالطلعة والطبة، يقولوا لي يقولوا لي أنت فاشل. ليش يسوون بك حبيبي؟ مو احنا عالم مادي يا استاذ. آه؟ تخيل أبوي اسمه دينار، أمه اسمها سميرة توريق. قصدك سميرة توفيق؟ مو الرأس سايلنت استاذ. حبيبي ترى الشهر راح تتغير. والله ما تغير عليك. شوف راح تشيلك بصراحة، أنا لا مخرج ولا مبدع ولا أي شيء، أنا واحد كذاب، أنا منفوخ إعلاميا، حتى هاي الشهرة عندي بيها سر. تعرفون شلون أخلي الناس تشتهر؟ شلون؟ عندي شراب مال الشهرة. إيه؟ هذا الشراب اللي شربه يصير مشهور. لك التناصب عليه؟ ترى احنا عائلة كنا الواتي. اعرف كل الزين، وابوك اسمه شاطر حسن، وامك اسمها منى ذكي. بس الذال سايلنت استاذ. هسا احنا ايش بدنا نحكي؟ هاك اشرب وجرب. هاي يابا ايش قلنا؟ هذول بده ياخذون وياي صور؟ لا ايش عبالك؟ هاي انا هيك صرت مشهور و العب عليك اني، ومو بس هاي، راح اعينك يمي وانطيك $1000 راتب بالشهر. 1000؟ يعني ايش قد بالعراقي؟ بتصير 1.5 مليون. مليون ونص؟ انا كنت رايد 500,000. هاي باول قبق بعدك ما شايف شيء. حبيبي الطاشي شلونك؟ هلو؟ انا هنا صاحب المطعم، اي شيء اكل شرب وببلاش. وها أرد أوقع وياك إعلان ولك راتب شهري مني بالشهر $1000. وهاي صارت 3 ملايين تدلل. عيش حياتك يا نجم. بس شنو النجاح هو البداية، وراها لازم نشتغل على نفسنا. لازم تشتغل على نفسك كممثل، لازم تحرص على أن تقدم نفسك بصورة صحيحة. وين تحرص على مسارك؟ أنت وين رايح يا فنان؟ أنت وين رايح؟ تعال 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 لك فهمني. لك إيش تسوي؟ لك صار لي ساعة داعجل عداني. إيش بيك يا معود؟ هسه أنا إيش قلت لي؟ هي صورة. لك بابا مو صورة، أنا ليدك تستفاد من حجي. دا علمك ابني دا فهمك. لك هذا شفت إيش لابس؟ كاشخ. أنا نجم هم مردك شخ. أريد ملابس. يا أخي شكو مستعجل، مثل ما جاك أبو مطعم ونطاك رعاية وفلوس، راح يجيك أبو محل ملابس يعطيك رعاية وفلوس. وبلا ما تنتظر، أنا أبو محل مال ملابس، ملابسك كلها ببلاش من عندي وراح أعطيك $1000 فوقها. أها، صارت 4.5. قل لك 1000. بعد خليها بحلقي. والله غير الـ2000 ما أقبل. على كيفك نجيم، ترى بعدك بداية الطريق. ما عاجبك افلت. من 500 نجمنا الغالي شلونك حب؟ عازمك اليوم على سهرة وبنات للصبح. زوان زوان ملك علاقة. لا حبيبي لا ما يروح ما يروح. لا روح شعليك. لا مو بكيفك انت بتروح حبيبي. يقول لك نسوان شنو غلط هذا؟ لا شوفه ما اروح. اروح روح. الظاهر شيطان طب بيناتكم ورخصتكم شباب بالعرسات بالتسعة. ماشي ماشي انت بكيفك انت؟ اروح. لك مو قلت لك راح تتغير. لك شو يتغير؟ انت شايف روحك؟ ترى انا النجم، انا اللي اجيب الفلوس، انت منو؟ انا اللي شربتك شراب الشهره. شربوا انت وطق؟ لك انت عبالك نجحت؟ ترى بعدك الحيمي رادك كوما شغل. شباب
شنو هاي الضوضاء؟ انا هل اجت طيارتي من لندن؟ وبعدين استاذ علي محترم، هذا صانع نجوم، انت بيا حق تحكي ويا بهذه الطريقه، ما اسمح لك. براوة، تعلم الناس النظيفه شلون تحكي. انا كشركه منافسه اجيت اوقع وياك عقد، واللي يعطيك يا استاذ علي انا مستعد انطيك ضعف. شوف الناس الزباله شلون تحكي. اروح ويا وديحك؟ المفروض هيك. ليش هذا شراب ماتي؟ جيب الشراب وديتي، اشتهرت. لك هاي اشتهرت اشتهرت. ياخذونها صور. جيب الشراب ماتي. الشراب جيبيه. ما دا اسمع صوتك. عني يا ابا عني.